بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عشائر قبيلة بني لام الطعان الحمد الخميس في الوقت الذي نعسر فيه على سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين والقوات الأمنية، نعلن موقفنا الوطني في هذا الوقت الحرج الذي يمر به بلدنا. نحن كعشائر وشعب كنا ننتظر ونترقب من الحكومة بعد خروج التظاهرات السلمية والمطالبة بالحقوق المشروعة أن تستجيب لتلك المطالب وتتخذ خطوات إصلاحية واضحة، ولكن للأسف الشديد قد جوبئ المتظاهرون بإطلاق الرصاص الحي من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من القناصين. وبعد هذه الأحداث شكلت لجنة وزارية تحقيقية في هذا الأمر، ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال ولم تحدد الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص والجهة التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين.